هاتفيا معنا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. أهلا بك يا دكتور. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. تحياتنا لك. إذن الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والدكتور محمد معيط وزير المالية وعدد من المسؤولين، وتناول طبعا هذا الاجتماع يعني مناقشة ومتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من عام 2020-2021. الحقيقة أنه يعني هذه الفترة يا دكتور رغم تداعيات جائحة كورونا، ولكنها شهدت أيضا بعض المؤشرات والأرقام الإيجابية، يعني تحقيق فائض أولي قدره 200 مليون جنيه، زيادة الإيرادات بنسبة 16%، المصروفات 7%، تراجع قيمة العجز الكلي مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي. كيف تصف وترى هذه المؤشرات؟ هو بالتأكيد زي ما حضرتك أشرت أنه الموازنة كانت صعبة للغاية فيما بين مؤشرات اقتصادية تبتغي الدولة المصرية الوصول إليها وتحقيق ثمار برنامج الصحة الاقتصادي، وفي ذات الوقت ايضا تداعيات جائحه كورونا اللي بالتاكيد عصفت بتقريبا كل دول العالم. واقع الامر انه هذه المعادله كانت صعبه للغايه، ان احنا ازاي نحافظ على مؤشراتنا الاقتصاديه في ذات الاتجاه مزيد من التحسن، وفي ذات الوقت ايضا التزام الدوله التزام قوي اتجاه كافه مواطنيها وخاصه الفئه اللي تضررت من جائحه كورونا. احنا الفئه لدينا قطاعات تاثرت بشده، كان الحقيقه امر منطقي وطبيعي انه الحكومه تساند هذه الفئات، والحقيقه اتصور انه قد كان هناك قدر تنسيق عالي داخل الحكومه ومع البنك المركزي، وتم اطلاق عدد من المبررات لمسانده هذه الفئات. استمرار تحقيق مؤشرات على مستوى الاقتصاد الكوري بالتاكيد امر هام للغايه، لانه هو ده اللي الحقيقه احنا بيؤدي لمزيد من التحسن، مزيد من الانتعاش، لانه كلما تتحسن مؤشرات مصر الاقتصاديه كل ما ده بيؤدي لمزيد من الثقه، مزيد من جذب الاستثمارات، وده الامر اللي احنا الحقيقه محتاجينه بشده علشان مزيد من فرص العمل، خاصه بالنسبه للفئات اللي فقدت وظائفها خلال الفترات الماضيه. فكان امر منطقي انه الحقيقه التزام الحكومه التزام قوي بتحقيق المعادله الصعبه، الموازنه ما بين مؤشرات اقتصادية تتجه لمزيد من التحسن، وفي ذات الوقت أيضا التزام قوي من جانب الحكومة بالقيام بدورها ومسؤوليتها تجاه مواطنيها، وده بالتأكيد أمر هام للغاية. أيضا هناك نقطة أخرى أهم أيضا دكتور هشام، جهود ما كانت تطوير منظومة الجمارك المصرية من خلال تشغيل منظومة النافذة الواحدة، حيتم تنفيذ ده على كافة المنافذ في نهاية يونيو 2021، وهناك تشغيل تجريبي للمركز اللوجستي بميناء الإسكندرية بعد أن نجحت طبعا هذه التجربة في مطار القاهرة وموانئ العين السخنة وشرق وغرب بورسعيد. تطوير المنظومة الجمركية أيضا أمر في غاية الأهمية. بالتاكيد مجهود كبير للغايه بيبذل داخل وزاره الماليه على وجه الخصوص، الحقيقه تطوير منظومه الجمارك وتطوير ايضا المنظومه الضريبيه وربطها الكترونيا مع مجتمع الاعمال مع النشاط التجاري جنبا الى جنب مع تحرك القطاع المصرفي في الدخول بقوه لمساله ان يكون هناك محافظ الكترونيه لكافه العملاء. بالتاكيد نحن نتجه ل تفعيل على أرض الواقع لما اتخذه المجلس القومي للمشروعات في إطار الميكنة، في إطار التحول الإلكتروني، في إطار التحول لمجتمع المعلومات، وهو ده اللي الحقيقة هينقلنا نقلة مهمة، إن الحقيقة كل ما حدث خلال السنوات الماضية بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى الآن الحقيقة وضع مصر وضع الاقتصاد المصري في مكانة طيبة، لكن مهم قوي إن احنا في إطار بقى من المنافسة مع المجتمع الدولي مع الاسواق القريبه مع مزيد من رفع الكفاءه الاقتصاديه، انه نتحول ان احنا نبقى مجتمع معلوماتي مجتمع رقمي. اتصور انه كل ما يحدث من مشروعات بما فيها بقى العاصمه الاداريه وما الى ذلك، اتصور انه ده بينقل الاقتصاد المصري لمرحله جديده في اطار المنافسه، وبالتالي كل ما يبذل منه مجهود على وجه الخصوص في مصلحه الجمارك ومصلحة الضرائب اتصور انه بيسعد بهذا. مصلحة الضرائب ايضا، يعني اطلاق مشروع الفاتورة الضريبية الالكترونية ده هيساهم طبعا في الحد من التهرب الضريبي، المساعدة في مكافحة عمليات التهرب بشكل اكثر كفاءة. هذا المشروع اطلع عليه ايضا الرئيس، وهو يعني بيتم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية. هو بالمناسبة يمكن احنا عندنا مؤتمر هام للغاية كان بيعقد بداية من يوم الجمعة الماضي في مدينة شرم الشيخ في إطار مزيد من التحول الرقمي التحول الإلكتروني. الحقيقة ما يحدث من تنسيق عالي فيما بين
الحكومه بشكل عام ووزاره الماليه بشكل خاص من ناحيه، والبنك المركزي والقطاع المصرفي من ناحيه اخرى. الحقيقه هذا التنسيق العالي هو ده اللي هي بيمنح مزيد من الثقه، يمنح مزيد من التفاؤل خلال الفتره القادمه، انه كل اجهزه الدوله، كل الجهات المعنيه في الدوله بتتحرك في اتجاه واحد في اطار سياسه واحده على مستوى الدوله ككل، وبالتالي ده الحقيقه بيقلل من الفتره الزمنيه اللي احنا محتاجينها علشان ننتقل لمجتمع معلوماتي، مجتمع رقمي. اتصور انه المجتمع الدولي اذا ما نجحت هذه التجربه خلال فتره زمنيه قصيره، اتصور انها ممكن ان تكون كمان نموذج زي برنامج فعل الاقتصاد المصري اللي هي كان بفكر مصري وباليات مصريه خالصه. اتصور انه التحول الرقمي هذه التجربه يمكن ايضا ان تكون نموذج ناجح يحتذى به، خاصه ان المؤسسات الماليه الدوليه بترصد هذا الامر. طيب اخيرا دكتور هشام، يعني لو اتكلمنا عن حاله الاقتصاد المصري، يعني خلال جائحه كورونا استطاع هذا الاقتصاد ان يصمد، استطعنا ان نحقق معدلات نمو ايجابيه في حين ان اقتصادات كبرى في العالم لم تحقق هذه المعدلات، جاءت المعدلات بالسالب. الى ما ترجع هذا؟ أمورات. الامر الاول هو قرار صائب اتخذ من الحكومه المصريه بعدم غلق النشاط الاقتصادي. واتصور انه ده كان قرار ناجح، ومعظم دول العالم اتضح لها فيما بعد انه ليس القرار الاسوء في اطار التعامل مع جائحه كورونا ان احنا نغلق النشاط الاقتصادي، لانه اذا كانت الجائحه تصيب عدد محدود من المواطنين فان غلق النشاط الاقتصادي يصيب المجتمع ككل، يصيب كافه المواطنين. وبالتالي الامر الاول اتخاذ الحكومه قرار صائب في توقيت صعب انه غلق النشاط الاقتصادي يؤدي لمزيد من التداعيات الاقتصاديه هيتحملها او هيدفعها او هيتضرر منها بشكل كبير للغايه كافه المواطنين. الامر الثاني بالتاكيد برنامج الصحه الاقتصادي اللي هي اوصل بين مؤشراتنا الاقتصاديه الى مستوى طيب للغايه، وبالتالي احنا بدينا نجني ثمار برنامج الصحه الاقتصادي في وقت الازمات. يعني اهم درس حققه لنا برنامج الصحه الاقتصادي هو زياده قدره الاقتصاد المصري في تحمل الصدمات او استيعاب ازمات سواء كانت بتاتي من الداخل او من الخارج. بالتاكيد دول كانوا امرين هامين للغايه، عدم غلق النشاط وبرنامج الصحه الاقتصادي اللي هي مكن الحكومه انها يكون لديها فائض اولي على الاقل، والفائض ده هو اللي هي مكن الفيدرالي في بدايه الجائحه انه يوجه 100 مليار لمساندف الفئات المحدوده محدوده الدخل او اللي تاثرت بشكل كبير، وبالتالي كان التزام قوي من جانب الدوله، ما كانش ممكن ان احنا نعمل ده الا بفعل برنامج الاصلاح الاقتصادي. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التحليل وهذه المداخلة دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، شكرا لك.